السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الفساد باترن. ايه هو الفساد باترن؟ بس الفساد باترن باختصار هو structural design pattern بيبروفايد يونيفايد انترفيس لمجموعه من الانترفيسز اللي موجوده في سب سيستم او موجوده في فريم ورك او موجوده في لايبراري او موجوده في سام كومبلكس سيت اوف كلاسز. الفساد هنا بيديفاين هاير ليفل انترفيس بتخلي السب سيستم ايزير تو يوز. يعني ايه الكلام المعقد ده؟ يعني باختصار شديد، لو انا عندي مثلا فريم ورك او عندي لايبراري او عندي سيستم معقد جدا بالشكل ده، دي الكلاسز اللي موجوده فيه وكل كلاس بيريكواير كلاسز ثانيه او في ديبندنسي انجكشن كتيره، وفي بقى هنا سب كلاسز بتتعامل مع كلاسز ثانيه وهكذا، ف ده كومبلكس سب سيستم. لكن انا عندي كلاينت، الكلاينت ده او ايا كان الكلاينت، هنا مش الكاستمر، الكلاينت هنا هو ايا كان ايه الكلاس مثلا اللي عايز يعمل اوبريشن جوه السب سيستم المعقد ده، بس هو باختصار شديد هو عايز يعمل سب عايز يعمل سامبل فانكشن او سامبل اوبريشن مثلا، او عايز يستخدم حاجه بسيطه جدا من الكومبلكس سيستم ده. ففي الحاله دي هو مش محتاج ان هو يعرف اصلا معلومات عن السب سيستم كلاسز، ومش محتاج ان هو يخش في التعقيدات اللي موجوده دي كلها. باختصار انا بحط فصاد او بحط لاير اتعامل معاها، دي بتبقى يونيفايد انترفيس انا بتعامل معاها فور ايزير يوز. انا ماليش علاقه ايه اللي حاصل جوه السب سيستم، اللي بيهندل بقى الكولز والانجكشنز والاوردر بتاع الكولز، وازاي ان انا ابريبير السب كلاسز دي ان هي تتعامل مع بعض، وازاي ان انا انيشاليز الكلام ده، وازاي ان انا اوردر بقى الاوبريشنز دي عشان تشتغل مع بعض، وازاي ان انا هدمج الكلام ده كله مع بعضه. اللي بيعمل ده كله هو الفصاد، لكن الكلاينت ملوش علاقه بالكلام ده كله. الكلاينت بيروح للفصاد يقول له نفذ لي الاوبريشن دي. فالمشكله كانت زي ما قلنا، imagine that you must make your code work with a broad set of objects that belong to a sophisticated library or framework. Ordinarily, you would need to initialize all of these objects. لازم هتعمل لها initialization طبعا، هت keep track بقى لل dependencies و execute methods في ال correct order بتاعها and so on. فبدل ما نخش في كل التفاصيل دي، زي ما قلنا انا باختصار شديد هيبقى عندي ادي الكلاينت، الكلاينت هيروح للفساد، و الفصاد ده هو اللي هيتعامل مع السب سيستم ده، او هيتعامل مع الفريم ورك دي، او هيتعامل مع اللايبراري دي، هو اللي هيتعامل مع الكلاسز دي. طيب مع الوقت ممكن الفصاد ده يكون معقد جدا، فقلنا والله ممكن يبقى عندي برضو اديشنال فصاد، والاديشنال فصاد ده ممكن الفصاد يستخدمه، ممكن الكلاينت برضو يستخدمه، تمام. لكن تفاصيل الكومبليكيتد سيستم دي او الكومبلكس سيستم او الكومبلكس سب سيستم او الفريم ورك او اللايبراري دي، الكلاينت مش محتاج ان هو يعرف عنها اي حاجه خالص. ريل وورلد انالوجي للكلام ده، يعني لو انا هعكس الكلام ده مثلا على الواقع، لو انا بعمل كول لمطعم مثلا عشان اوردر بيتزا، في الحاله دي بتصل على خدمه العملاء، خدمه العملاء هي بقى اللي بوصل على ايجنت معين في خدمه العملاء، وهو اللي بيهندل بقى الوير هاوس والبيمنت والسبلايرز والباكجنج والدليفري والتاكس، كل الكلام ده كله ماليش علاقه بيه اصلا. يعني انا ككلاينت انا رايح لفساد اللي هو في الحاله دي الموظف بتاع خدمه العملاء، وهو اللي بيهندل كل القصه دي من ورايا. فدي باختصار الفكره. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنمبلمنت الفساد باترن. شكرا.